وينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من الحدود السورية الأردنية مراسل أخبار الآن عبد الحي الأحمد. عبد الحي مساء الخير، أهلا بك معنا. الهدنة في درعا تصمد نسبيا في يومها الثالث، رغم أنه بعض الناشطين ذكروا بأن هناك بعض الخروقات البسيطة في بعض المناطق. ما التطورات وإلى أي مدى صمدت الهدنة في المناطق الأخرى؟ نعم، بداية أهلا بك خديجة. اليوم هو اليوم الثالث لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في العاصمة الأردنية عمان ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هو اليوم الثالث وهو اليوم الأكثر هدوءا والأقل توثيقا للانتهاكات في المجمل العام. نعم، شهد يوم الأحد وهو اليوم الأول أكثر عدد انتهاكات بمعدل 11 انتهاك. البارحة يوم تم تسجيل أيضا قرابة 8 انتهاكات. اليوم حتى هذا الساعات وحتى هذه اللحظة لم يسجل سوى انتهاكين منذ الصباح، لكن الانتهاك الأكبر في هذا الاتفاق كان يتمثل بريف السويداء الشرقي والبادية السورية بالأخص البارحة، وحتى هذه اللحظات هنالك معارك محتدمة بين فصائل الجيش الحر المتواجدة في البادية السورية وبين قوات النظام المدعومة من ميليشيات طائفية وبغطاء جوي روسي. هذه الميليشيات استطاعت السيطرة على مساحات شاسعة البارحة متمثلة بعدة قرى بريف السويداء الشمالي، بريف السويداء الشمالي الشرقي تحديدا، كقرى القصر وتل أصفر وشنوان والعلية، وتحاول التقدم والسيطرة على مساحات أكبر. حتى هذه اللحظة المعارك أسفرت عن عدد كبير من الآليات المدمرة، وقد أعلن فصيل جيش أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبد التابعة للجيش السوري الحر عن تمكنها من إصابة طائرة ظهر اليوم. طيب عبد الحي، ماذا بالنسبة لربما حديثك مع الثوار على الأرض، ماذا بمدى رغبتهم بالالتزام بهذه الهدنة باتفاق وقف إطلاق النار بصفة عامة في الجنوب السوري، ومدى ربما أهمية ذلك بالنسبة للمدنيين؟ نعم، في الحقيقة الحاضنة الشعبية بداية وفصائل الجيش الحر المتواجدة في الجنوب السوري بشكل عام تبدي حتى الآن إيجابية، وقد تحدثت منذ ساعات إلى الرائد عصام الرئيس وهو متحدث باسم الجبهة الجنوبية، وقد قال لي أن فصائل الجنوب تنظر بإيجابية إلى الاتفاق، ولكن هنالك حتى الآن بعض الأمور المبهمة وغير الواضحة في هذا الاتفاق. الاتفاق نص صراحة على جنوب غرب سوريا، أي أن المناطق المحددة للاتفاق وقف إطلاق النار غير مكتملة. ماذا تشمل؟ هل ريف السويداء من ضمن هذه المناطق؟ هل البادية السورية سيتم شملها لاحقا؟ ما هي الآلية التي سوف يتم مراقبة فيها خروقات قوات النظام؟ حتى الآن يعني فصائل الجبهة الجنوبية لم تسجل أو لم ترد على أي من خروقات قوات النظام كبادرة حسنية، وهي تنتظر توضيحات أكبر وتنتظر حتى الآن أعتقد كما أخبرني بعض القادة أنهم ينتظرون حتى انتهاء مؤتمر جنيف للبث صراحة بموقف الجبهة الجنوبية تجاه هذا الاتفاق. شكرا لك عبد الحي الأحمد مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الحدود السورية الأردنية.